دكتور السيد. الحين طبعا كان لي الشرف أنا في لقاء مع السيد خالد بن ادريس السيد من الاولياء الصالحين الله سيدي احمد بن ادريس كان الوالد سيد احمد رفع الوثنة شيخ الطريق رفع الصفية. يقول سيدي احمد بن ادريس قطب دائرة هو او الدندراوي قطب دائرة التقديس هو من الحين ماسك الطريق السيد الادريسي. وبعدين في واحد مسور مع الوالد لما كان وزير دوله الستينات محمود الادريسي زار الوالد في المنصوريه بديوانه رضوان الله عليهم اجمعين. هو جدكم الكبير مو ايه السيد خالد الادريسي حاليا هو اللي ماسك الادارسه. خالد الادريسي حين اتصل لك عليه هو شغال بشركه النفيسي هو خالد صديق الادريسي هو اللي ماسك صوفيه الادريسيين هذا هو رضوان الله عليهم. اي والله ورجال صوفي ورجال حلو ومجتهد ورجال متكلم. احنا كلنا في خدمة آل البيت كلنا والصحابة أيوة وكل الصالحين. احنا الوالد كان درسه يقول كلنا عبيد والمولى يفعل فينا ما يريد. اللي ركب معي بالمقبرة واحد من الصوفيين القدرسيين. افتح الكاميرا السلام سيدي. السلام عليكم. ويحب عابي يتعرف عليك سيدي. هاك امسك سلم عليه.